هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايسات بثماني درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى علم مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. المستمعون الكرام، مساء الخير. 9 بتوقيت إريتريا، هنا صوت المنتدى، وأنا أمل علي أحييكم وأبدأ معكم هذه الساعة بحصاد الأسبوع الإخباري. يلي بعد ذلك أضواء على أهم أحداث الأسبوع مع زميل عبد الله هيابو. نعود بعدها لنقف مع الأستاذ أحمد القيسي ومحطة جديدة من محطاته. ينضم إلينا في حوار المنتدى وبشكل سريع الأستاذ الإعلامي والحقوقي ياسين محمد عبد الله، لنتحدث بشكل أكثر تفصيلا عن قرار مجلس حقوق الإنسان حول التقرير المقدم والخاص بالانتهاكات المرتكبة من الحكومة الإريترية في مجال حقوق الإنسان. متابعة طيبة وأهلا بكم. حصاد الأسبوع الإخباري. صوت المنتدى. إليكم نشرة الأخبار، استهلها بالعناوين: استدعاء الوزير عثمان صالح إلى إريتريا عقب التصريحات التي أدلى بها لإحدى الإذاعات الفرنسية، هروب أحد مسؤولي جهاز الأمن القومي من السجن إلى إثيوبيا والاعتقالات مستمرة، جماهيرنا في الداخل تعرب عن مساندتها لوقفة جنيف الحاشدة. في إطار سياسة مواجهة الأزمات بخلق أزمات جديدة التي يتبعها الهدف، الخبز يدخل عالم الكوبون، الشباب المجندون في معسكر إيداب يتعرضون للجوع والعطش ولظروف مناخية سيئة. كانت هذه العناوين وإليكم تفاصيلها. أفادت مصادر إذاعة المنتدى بأن سلطات أسمرة قد استدعت وزير خارجيتها عثمان صالح وأمرته بالعودة إلى البلاد على عجل، بعد المقابلة الإذاعية التي صرح الوزير خلالها بأن كل المعتقلين السياسيين في إريتريا لا يزالون على قيد الحياة ويتم العناية بهم، وأنهم سيقدمون للمحاكمة متى ما حان الوقت المناسب لذلك. وتؤكد المصادر بأن مسؤول الشؤون السياسية والتنظيمية بالهجدف يمان قبرآب الذي كان يتابع تحركات الوزير من جنيف كان وراء الاستدعاء، حيث هرع إلى الاتصال برئيسه أسياس وأبلغه بما حدث وطلب منه استدعاء الوزير على عجل حتى لا يتسبب في المزيد من الورطات. وبالفعل استدعي الوزير عثمان على عجل وعاد إلى أسمرة في صبيحة اليوم التالي للمقابلة الإذاعية. ويجد المراقبون صعوبة في التنبؤ بمصير الوزير ونوع العقوبة التي تنتظره جراء تجاوزه الخطوط المرسومة له ونتيجة لمخالفته النهج الذي يتبعه النظام
وأركانه في مواجهة الأسئلة المتعلقة بالمعتقلين السياسيين. والجدير بالذكر أن الجندي أيوب بهتة أحد حراس معتقل عيرة عيرو الخاص بالوزراء وكبار المسؤولين والصحفيين كان قد صرح بعيد هروبه من إريتريا في مطلع العام 2010 بأن 15 معتقلا من أصل 35 قد فارقوا الحياة في المعتقل السيء الصيد، وتحدى بهتة في ذلك الوقت أن يكذبه النظام بإظهار من صرح بموتهم في المعتقل أحياء على شاشة التلفاز. هرب المدعو آدم برولي من السجن الذي زج فيه تمويها قبل أسابيع عقب الاتهامات التي وجهت إلى إريتريا من قبل العديد من الأوساط الحقوقية والإنسانية والإعلامية بضلوع أفراد أجهزتها الأمنية والعسكرية في عمليات المتاجرة بالبشر. وقد ظل المدعو برولي يشرف على المنطقة الممتدة من تسنة إلى 14 وبلدة قلسة السودانية، كما يتهم بضلوعه المباشر بالمتاجرة بالإريتريين بالتعاون مع العصابات الإجرامية العاملة في هذا المجال بشرق السودان وسيناء، بالإضافة إلى ممارسة التعذيب والقسوة على المعتقلين وأهالي المنطقة، فضلا عن علاقاته المميزة بالجنرال تخلاي منجوس قائد المنطقة العسكرية الغربية. ولذا تتهم بعض الدوائر في حكومة الاستبداد الجنرال منجوس بتقديم تسهيلات عامة في عملية هروبه. وأفادت مصادر الإذاعة أن المدعو برولي هرب من السجن إلى السودان، ومن ثم اصطحب معه أسرته المقيمة بمدينة كسلة إلى القضارف، حيث قام بتسليم نفسه إلى القنصلية الأثيوبية هناك. هذا وأشارت مصادرنا إلى إلقاء السلطات القبض على إياسو المدوم مدير السجن الذي هرب منه المذكور عقب حدوث عملية الهروب وتحميله تداعياتها. من جهة أخرى، قامت السلطات الأمنية للنظام الاستبدادي بتاريخ 17 من الشهر الجاري في الساعة 6:30 باقتياد الرائد تخلاي فاسيل المشهور بليبان العامل بوزارة الدفاع قسم الاتصالات من منزله الكائن بحي طابة في العاصمة أسمرة إلى مكان مجهول. ولم تقتصر عملية الاعتقال الرائد ليبان فقط، وإنما شملت اعتقال زوجته السيدة ألماز قرمازون وشقيقته ميكيال فاسيل اللتين اعتقلتا في الفترة المسائية من نفس اليوم، ولا يعرف حتى الآن مكان تواجد المعتقلين الثلاثة، وإن ذهبت بعض الدوائر العليمة بإمكانية تواجدهم في إحدى المعتقلات بالعاصمة أسمرة. هذا ولا يزال منزل الرائد تخلاي ليبان محاصرا بعناصر أمنية مسلحة، منع الأقارب والأصدقاء من الاقتراب منهم. في نفس الإطار، قامت عناصر أمنية ترتدي ملابس مدنية بمدينة دقم حري بتاريخ 18 من الشهر الجاري باقتياد المناضلين تخلي سنبت أرأيا وسيمئون والديقليان إلى مكان مجهول. أعربت الجماهير الإريترية في الداخل عن مساندتها للوقفة التاريخية لدعاة الحرية وكفل حقوق الإنسان لمواطني إريترية في جنيف، وأكدت موقفها المساند لتقرير اللجنة الدولية لتقصي حالة حقوق الإنسان في إريتريا، وتمثلت تلك المساندة في المتابعة اللحظية لفعاليات الوقفة التاريخية المشرفة عبر وسائل الاتصال المتاحة، حيث كانت الصور والتسجيلات تصل إلى إريتريا مباشرة وتنتشر بسرعة فائقة. هذا ولم تجد المظاهرة المصطنعة التي قام بها أعوان النظام الفاشل من معظم الجماهير في الداخل إلا التهكم والتنديد بالموقف المخزي لمنفذيها. إلى ذلك لوحظ أن السلطات قامت يوم الخميس الماضي بمحاولة لعرقلة المتابعة الدقيقة بواسطة قطع خدمات الإنترنت عن المقاهي العامة، لكن ذلك لم يجدي لأن صور الحشد الكبيرة كانت قد وصلت إلى كل المهتمين والمتابعين.
أصدرت شركة البحر الأحمر للتعبئة وكيل شركة كوكاكولا العالمية وإحدى الشركات التابعة للقطاع الاقتصادي للهجدف تسعيرة جديدة لمنتجاتها من المياه الغازية، قلصت فيها أسعار مشروبات الفانتا والكوكاكولا والإسبرايت بعد أن قاطعت الجماهير تناول تلك المنتجات كرد صامت على جشع القطاع الاقتصادي بالهجدف، وبذا تحقق شعار المقاطعة وسيلة للمواجهة. تقوم لجان من إدارات الأحياء والمدن بتسجيل المواطنين وفق السجل الأسري والكوبون التمويني، توطئة لإدخال رقيف العيش ضمن المواد التي يتم توزيعها عبر ما يسمى بمؤسسة حدري للتسويق. وشرعت تلك اللجان في تحديد مخابز ومراكز للبيع للجمهور بواقع 2 رقيف خبز لكل مواطن يوميا. وتأتي هذه الخطوة بعد أن فشل مجلس القلال الوطني المعروف باسم إخلي بورد في توفير المخزون الاستراتيجي اللازم من الحبوب الغذائية، مما ينذر ببوادر مجاعة لم تعلن عنها السلطات في إريتريا حتى الآن. الجدير بالذكر إن إجراءات الحجز والمصادرة والحبس بحق التجار الذين استجلبوا القمح والذرة من السودان أسهمت في تفاقم الأزمة وأنتجت العجز الذي تعانيه إريتريا الآن، بالإضافة إلى فشل الموسم الزراعي في العام الماضي نتيجة لقلة الأيدي العاملة الزراعية وشح الأمطار. يتعرض عدد كبير من الشباب والشابات الذين تم تجميعهم بالقوة عبر حملة التجنيد القسري في معسكر إيداب يتعرضون للجوع والعطش في أجواء طقس قاسية وشديدة الحرارة بعد أن كدسهم النظام في الخلاء المحيط بمنطقة أفعبت. هذا وكانت سلطات الاستبداد القاشمة قد نقلت المواطنين الإريتريين المرحلين من السودان من معتقل عد أبيتو إلى معسكر إيداب للتدريب الواقع شمال مدينة أفعبت، والذي يضم الآن 10,000 متدرب من الجنسين تم تجميعهم من مختلف الأقاليم وفق برنامج الالتحاق بالخدمة الإلزامية لمن فاتهم آداؤها في السنوات السابقة، بالإضافة إلى مواطنين إريتريين تم ترحيلهم جوا من جمهورية مصر عبر جسر جوي بين مطاري القاهرة ومصوع، أمضى جزءا منهم فترات احتجاز متفاوتة في سجن القناطر المصري. انتهت النشرة. حصاد الأسبوع الإخباري. صوت المنتدى. أبرز عناوين نشرة أخبار هذه الساعة: قائد لواء بالجيش الإريتري ينجو من محاولة اغتيال، إغلاق عدد من المتاجر والمحلات المشهورة في أسمرة، سلطات العصابة الاستبدادية تجبر أصحاب الأعمال التجارية والخدمية على إيداع أموالهم في البنوك. إلى تفاصيل الأخبار. تعرض العقيد هيلا سلاسي حاغوس مساء أول أمس الاثنين لمحاولة اغتيال رميا بالرصاص داخل مقر قيادته للواء المشاة في معسكر يبعد كيلومتران عن مركز مدينة بارونتو في نقطة بلوكو بارونتو تسني، وهذه المرة الثالثة التي يتعرض فيها العقيد والدحاغوس لعملية إطلاق نار، وكانت المحاولة الثانية في منتصف شهر إبريل الماضي حيث استهدف مكتبه بقذيفة RPG دمرت المبنى تماما، ونجا العقيد الذي تصادف خروجه من البناية قبل لحظات من القصف. وتشير مصادر من منطقة العمليات الغربية أن خلافات حادة كانت قد حدثت بين قائد المنطقة العميد تخلق فلوم والعقيد هيلا سلاسي حاغوس، وترجح تلك المصادر أن العميد تخلمنجوس وراء محاولات الاغتيال المتكررة،
سيما وأن المنطقة يصعب الوصول إليها من قبل أي وحدات متسللة، مما يؤكد أن المهاجمين الذين قاموا بثلاث محاولات لاغتيال العقيد والدحاغوس هم من الوحدات التابعة للمنطقة القربية نفسها، حيث لم تأمر القيادة بتمشيط الموقع بعد الحادث كما هو متبع في حال عدم اعتقال أي مشتبه فيه. الجدير بالذكر أن العميد تخلمنجوس سبق أن أمر باعتقال العقيد المذكور في العام 2010، حيث أمضى سنة كاملة في سجن يتبع لإدارة حرس الحدود التي كان يقودها العميد تخلمنجوس بتهمة التخطيط للهروب، ثم أطلق سراحه بتدخل مباشر من الفريق أول سبحة إفريم وزير الدفاع السابق، وحسمت الخلافات المبنية على تداخل الصلاحيات بين قيادتي حرس الحدود ومنطقة العمليات الثانية التي كانت تعمل في إقليم الجاش بركة وقتها. ويضيف المراقبون أن وراء هذا الاقتتال بين القيادات العسكرية ملفات تتعلق بعمليات فساد كبيرة، وأن الأمر ليس فقط تداخل صلاحيات، لأن العقيد هيلة سلاسي حاغوس يتبع الآن للمنطقة التي يقودها العميد تخلمنجوس، مما ينفي وجود تداخل في الصلاحيات. تقوم السلطات الأمنية منذ صباح يوم السبت الماضي بعمليات دهم متعددة على متاجر ومنازل ممن اشتبه في نشاطهم في مجال الصرافة والعمل في سوق الأوراق المالية، وتمت عمليات اعتقال طالت 20 مواطنا حتى الآن، وتم إغلاق عدد من المتاجر والبقالات المشهورة في أسمرة، وصادرت السلطات كل الأموال التي كانت بحوزة ملاك تلك المحلات. وكنتيجة مباشرة لهذه العملية تقلص سعر الدولار مقابل النقفة إلى 22 نقفة للدولار الواحد بدلا عن 30 نقفة في الأسبوع الماضي. وبذلك تكون التوقعات التي أشرنا إليها في نشرات سابقة حول احتمال قيام النظام بحملات شرسة ضد الناشطين في سوق الأوراق المالية قد تحققت، والمتوقع الآن أن تستمر تلك الحملات لحين وصول سعر العملات الأجنبية للمعدلات التي يريدها النظام التعسفي. شرعت لجان مكونة من سلطات البلدية والأمن والضرائب ومنح التراخيص التجارية في الطواف على المحلات التجارية والخدمية بالعاصمة أسمرة، مطالبين أصحاب تلك المرافق التجارية والخدمية بإبراز ما يثبت إيداعاتهم المصرفية خلال 6 أشهر الماضية، حيث أحجم الجميع عن إيداع الأموال في البنوك، مما أعاد الأوضاع في المصارف إلى الحالة التي سبقت قرار تغيير طبعة النقفة الصادر في 8 نوفمبر الماضي، إذ تكرر تجنب المواطنين التعامل مع البنوك، وأصبح كل مبلغ يخرج من البنك لأي سبب لا يعود وفق دورة التداول الطبيعية. وستقوم هذه اللجان على إجبار أصحاب المحلات التجارية والخدمية على إدخال أموالهم في البنوك لتحتجز مرة أخرى كما احتجزت عندما تمت فبركة خدعة تغيير طبعة النقفة. نهاية النشرة. المجد للآلاف تهدر في الشوارع كالسيول، يدق زاحفها إلى عالكف والظلم الطويل. المجد للآلاف تهدر في الشوارع كالسيول، يدق زاحفها إلى عالكف والظلم الطويل. المجد للثوار، المجد للثوار، مجد للإصرار، مجد للشهداء، مجد للشرفاء، مجد للشهداء، مجد للشرفاء، للموت الكريم. انطلقت
ثورة انطلقت، ثورة انطلقت، شعارات ترددها القلوب. ثورة انطلقت، ثورة انطلقت، ثورة انطلقت، شعارات ترددها القلوب. الثورة الحرية الحمراء شمس لا تغيب، الثورة الحرية الحمراء شمس لا تغيب، الثورة التطهير يرجع هيبة الحكم السليم، الثورة التحرير للثوار من كل الشعوب، الثورة الإيمان قاد الشعب في اليوم الرهيب. مستمعي الأعزاء، ما زلنا معكم في ساعة المنتدى لهذا المساء، والآن مع أضواء على أحداث الأسبوع وزميلي عبد الله محمود هيابو. أهلا بك عبد الله. مساء الخير عمال، مساء الخير مستمعي إذاعة صوت المنتدى. يا هلا بك. الحدث الذي ما زال يعني محل اهتمام الوسط الإريتري بكل يعني فئاته هو جلسات مجلس حقوق الإنسان، والتي يعني تابعت التظاهرة التي غطيناها الأسبوع الماضي. اختتمت هذه الجلسات يوم أمس، وخرج المجلس بعدة توصيات عبد الله، ونهاية يعني كان انتصار جميل لحراك قوي ونشط لفترات طويلة أو لسنوات طويلة أيضا من عام 2014 عبد الله. نعم أعمال، ما حدث أمس في مجلس حقوق الإنسان يعد انتصار لقضية حقوق الإنسان في إريتريا، ويعد انتصار لجميع المعتقلين وسجناء الرأي والمغيبين في سجون النظام، ويعد انتصار لجميع الأسر التي فقدت ذويها، ويعد انتصار لجميع الشباب والطلاب الذين أمضوا سنوات طوال في خدمة قسرية، يعني خدمة قسرية مصحوبة بسخرة، ويعد انتصار لجميع فئات الشعب الإريتري التي عانت من ويلات هذا النظام. نعم. إنما حدث بالأمس هو تتويج لمسيرة طويلة في النضال من أجل حقوق الإنسان الإريتري التي تشهد انتهاكات منذ 91، منذ فجر التحرير والاستقلال. الآن خلال 4 أعوام استطاعت هذه القضية أن تحدث نقلات كبيرة، منذ تعيين المقرر الخاص مرورا بتعيين لجنة تقصي الحقائق، والآن بالأمس كان اليوم الحاسم الذي تمت انتصار هذه القضية، ويعني إجازة مشروع القرار الذي تقدمت به جيبوتي والصومال بالتوافق، وهذا يعد يعني نقلة كبيرة في مجال محاربة انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا، ويعد أيضا يعني ثمرة لتراكم جهود متعاظمة ابتداء من النشطاء الذين صعدوا هذه القضية في المحافل الدولية وفي أوساط منظمات حقوق الإنسان طيلة السنوات الماضية. أيضا يعد تتويج للمسيرات والمظاهرات التي كانت تخرج هنا وهناك للتعريف للعالم بهذه القضية، من بينها وكان آخرها مظاهرة جنيف التي خرجت يوم 23/6 تأييدا لتقرير لجنة تقصي الحقائق حول أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا. أيضا كانت هناك مظاهرات في أديس أبابا وتل أبيب ومصر ولاهاي وغيرها من المدن والعواصم، أيضا شهدت كلها مظاهرات مؤيدة للتقرير وداعمة لإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا. كل هذه النضالات والكفاح المستمر من أجل تعريف العالم بهذه القضية توج بالأمس خلال الجلسة بإجازة مشروع القرار بالتوافق، وهذه الخطوة تدل على لها دلالات وإشارات كبيرة، نأمل أنها يعني خلال القادمة الأيام نرى أشياء ملموسة على أرض الواقع تخفف عن شعبنا المعاناة التي يعانيها. نعم.
أيضا عبد الله، في هذا المجال نحن نعلم أن هناك يعني كان سعي من قبل الحكومة الإريترية وممثليها يعني للتخفيف من هذا القرار وهذا التقرير وإنكارهم المستمر وما إلى ذلك، وهذا شيء طبيعي ومتوقع. أيضا نريد أيضا أن نقول أن يعني تحويل هذا الملف إلى الجهات المختصة في الأمم المتحدة، الهيئة الدولية، أيضا يعتبر خطوة كبيرة كما قلت وكما ذكرت، كونه يعني يشرك هذا المجتمع الدولي في هذا الملف المهم، بالمقابل يعني يجعل الحكومة الإريترية في موقف حرج ومأزق حقيقي، عليها أن تتعامل بعد الآن بحذر كبير. عبد الله، دعنا أيضا ننتقل إلى رد فعل الحكومة الإريترية في هذا المجال بإصدارها بيان يوم أمس ردا على إحالة هذا الملف إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكانت لهجة التصريح الصحفي حادة. نعم أمال، هذا التصريح الصحفي الصادر من وفد النظام في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في دورته 32 كان غاضبا وتحدث عن أن هذا قرار ظالم ومجحف، ذات العبارات التي ظل النظام يلوقها خلال الأعوام الماضية، وتحدث عن التسييس وعن أن هذا القرار آثاره خطيرة واستشمل المنطقة، ولم ينسى أن يذكر الولايات المتحدة كعادته وإثيوبيا وانتهاكاتها والكيل بمكيالين وغيرها. البيان والتصريح الصادر من وفد النظام في مجلس حقوق الإنسان في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان يدل على حجم خيبة الأمل، وكانوا هم يعولون عبر الوفد الكبير من السفراء الذين رابطوا في جنيف طيلة منذ أسبوعين، كانوا يراهنون إقناع الدول على تبني مشروع القرار الذي تقدموا به بإسقاط تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا، إلا أن هذه النتيجة خيبت آمالهم، ورحب المجلس بالتقرير، وكان لهذا أثر كبير وسط الإريتريين من طلاب الحرية وطلاب العدالة، حيث اشتعلت وسائط التواصل الاجتماعي بالفرح وتأييد ما ذهب إليه مجلس حقوق الإنسان من إجازة مشروع القرار الجيبوتي الصومالي بالتوافق. يعني كان هذا انتصار كبير، و لوحظ أيضا أن بعض منسوبي النظام حاول التشويش على القرار بطريقة أو بأخرى، لكن البيان الصادر من الوفد كان واضحا بأن النظام الإريتري يشعر الآن بخيبة أمل كبيرة نتيجة لعدم تمرير مشروع قراره الهادف لإسقاط تقرير اللجنة، وهذا يعد كما تفضلت انتصار كبير لقضية حقوق الإنسان في إريتريا وللشعب الإريتري بشكل عام. نعم بالتأكيد. إذا يعني هذا كان الجزء الأهم في مسيرة يعني تثبيت الحقوق والعمل على يعني أن تأخذ مجراها الحقيقي دوليا ومحليا. عبد الله، في هذا الإطار نفسه هناك نشاطات كثيرة تزامنت معه، ومن ضمنها ما حدث في هولندا وتقديم الناشطون هناك مذكرة إلى البرلمان في هولندا بشأن هذا الصدد أو ما يقاربه. خذنا إلى تفاصيل الحدث وأنت كنت فيه. نعم أمال، عقد البرلمان الهولندي يوم الخميس في تمام الساعة 8:10 مساء جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع في إريتريا. الجلسة تناولت جملة من المحاور وهي أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا على ضوء التقرير المقدم من لجنة تقصي الحقائق، دعم الاتحاد الأوروبي للنظام الإريتري ب 200 مليون دولار، ضريبة 200 مليون يورو، ضريبة 2% التي تجبر السفارات الإريترية الإريتريين في الخارج على سدادها، أيضا ما يسميه الهولنديين بالذراع الطويل للنظام الإريتري في هولندا المتمثل في السفارة واتحادات الشباب
التابعة للنظام والتي تقوم بأدوار غير إيجابية. أيضا تحدث عن المترجمين الذين يعملون في إدارة الهجرة من منسوبي النظام، وتحدث عموما عن جملة ممارسات النظام وانتهاكاته لحقوق الإنسان، وطالبوا بإيقاف الدعم للنظام وإيقاف الدعم للمنظمات التابعة للسفارة المساعدات التي تمنحها الحكومة الوغندية. أيضا طالبوا بإيقاف ضريبة 2% وطالبوا الحكومة الهولندية. طبعا المطالبات كانت من النواب، حيث تحدث في جلسة 7 نواب ينتمون لأحزاب مختلفة، كانوا جميعا مؤيدين للشعب اللي يثري في قضيته الخاصة بحقوق الإنسان، وكانوا داعمين لحقه في جميع هذه القضايا، وطرحوا هذه القضية بتفصيل وبقوة وبحدة أمام 3 وزراء، كان بينهم وزير الخارجية ووزير الشؤون الاجتماعية ونائب وزير العدل. الجلسة أيضا تناولت كيفية إدماج اللاجئين الإريتريين في المجتمع الهولندي، وتحدثت عن اللغة وعن التعليم وغيرها من التفاصيل. قبل بدء الجلسة قام الجلسة جديد بالذكر أن الجلسة شارك فيها عشرات من الإريتريين من طالبي الحرية والعدالة. وقبل بدء الجلسة على الهواء الطلق في قاعة أمام قاعة البرلمان سلم الناشطون مذكرة للنواب تحدثوا فيها بشكل واضح عن الانتهاكات التي يعانيها الشعب الإريتري. هذه المذكرة تم التوقيع عليها، يعني تم عرضها في الإنترنت خلال يومين، وعدد الموقعين خلال يومين بلغ أكثر من 12,000، وكان نتيجة مذهلة جدا. أيضا أرفقت هذه المذكرة بمطالب خاصة بهولندا وممارسات الزراعة الطويل للنظام في هولندا، وكيفية وضرورة العمل على تحجيم هذه الممارسات اللي هي كيفية التهديد الذي يتعرض له أبناء الجالية الإريترية هنا من قبل منسوبي النظام. أيضا الضريبة 2% ودعم الحكومة الهولندية لبعض المنظمات التابعة للنظام. كل هذه القضية تليت هذه المذكرات أمام 4 من النواب، وتم تسليم هذه المذكرة قبل الجلسة، وكان لهذا المجهود تأثير كبير على سير مجريات النقاش والحوار. أيضا قام النواب بالرد على الوزراء بالرد على أسئلة النواب، وقدمت 15 مشروع قرار بهذا الشأن سيتم التصويت عليها يوم الثلاثاء المقبل، وهذا يعد انتصار كبير للشعب الإريتري وللاجئين الإريتريين أو الهولنديين من أصل إريتري. يعد انتصار كبير لأن هذه القضايا تلامس يعني أوضاعهم الحقيقية وأوجاعهم، وأيضا لم تخلو من تناول الهم العام قضايا حقوق الإنسان ودعم النظام. بالتأكيد هذا إنجاز كبير وإنجاز يضاف إلى إنجاز إلى أن نصل إلى الإنجاز الحقيقي، وهو إزالة هذا النظام الذي بسببه يعاني الإنسان الإريتري في كل مكان. عبد الله، شكرا لك على هذه الإضاءات الجميلة في أحداث هذا الأسبوع. شكرا لك أمال، وشكرا للمستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع. محطات مع أحمد القيسي. محطات برنامج يقف على أهم الأحداث التاريخية والآنية. تاريخ ووقائعه وأجندة الزعيم المهلكة. الحلقة 9. كانت معركة بارونتو عنوان الانتقال النوعي لقوة الثورة، من حيث طبيعة العمليات العسكرية وحجمها والتكتيك المتبع فيها وحجم النيران المستخدمة. وكبداية لمؤشر بأن المبادرة قد انتقلت ليد الثورة، وإن العد التنازلي للوجود الإثيوبي قد بدأ، وبرغم القيمة الاستراتيجية لتحرير المدينة والرمزية التي تحملها، إلا أن التحرير
دون وضع الاعتبار لكيفية الاستمرار والحماية هي مسألة تحمل الكثير من وجهة النظر، إلا أن قيمة هذا الانتصار كان يصب في المحصلة في مصلحة الزعيم وشيوع نظرية أنه الوحيد القادر على تصويب الأمور، ولولا لما تحققت هذه المنجزات. وفي اعتقادي أن عملية إشاعة هذه المسألة كانت تجري بصورة ممنهجة وليست بصورة عفوية أملتها ضرورات مرحلة. كل ذلك يجري في مقابل إضعاف الدور القيادي للقيادة بصورتها الجماعية أو التركيز على أفراد معينين ممن لا يتقبلون أو يستسيقون التوجه العام الذي يقوده الزعيم. أما الزعيم فكان له إيقاع آخر في إدارة أزمات القيادة، ولكنها في المحصلة تصب في نفس الاتجاه لصالح تركيز دوره وإبرازه كمنقذ أو الرجل الذي يصنع المعجزة في القيادة، أما الآخرون فلا حول لهم ولا قوة. في معركة بارونتو وضع الزعيم شخصان نقيضان كمسؤولين لإدارة المعركة، الأخ مسفون حاجوس والأخ بطرس سلمون، وكلا الشخصين كان لهما ماضي من الخلافات. وفي تقديري الشخصي أن طبيعة الخلاف لا يحمل بعدا سياسيا بقدر ما كان مسألة طبائع وكيمياء، وبطبيعة الحال أن دورهما قائم على إدارة الخطط الموضوعة سلفا ووضع التقديرات المناسبة في حالة استعصاء تنفيذ المهام وفق ما هو موضوع على الورقة والخرائط. وهنا يأتي دور القيادة الناجحة في قدرة التقييم الصحيح في اللحظة المناسبة، فما بالك أن تدار برأسين وبماضي مشحون بخلاف. أما غضب الزعيم فهو منصب الأساس على السيد مسفون حاجوس، هذه قصة أخرى من تاريخ العلاقات بين أفراد القيادة في الجبهة الشعبية. وهنا يجب أن أقدم شهادتي حول هذا الرجل، وبالذات حين أسمع أو أقرأ ما واجهه الرجل من افتراء واتهام من بعض الأخوة الإريتريين. وإذا استبعدنا الأشخاص الذي يتم إرسالهم من سفارات النظام، هناك أعداد كبيرة وضخمة ممن يقعون ضحية إشاعات ليتهموا كيفما اتفق، وأحيانا لأهواء في أنفسهم، حتى وصل بالبعض باتهام مسفون بأنه أحد القتلة. نصيحتي لهؤلاء: لابد من قراءة التاريخ إن كنت تريد أن تصنع تاريخ. أما الشتائم والإساءات فمكانها الحانات والشوارع ولا علاقة لها بصناعة المستقبل. نحن جميعنا بشر نحمل من الأخطاء والخطايا ما جعل الله سبحانه وتعالى أن يبعث بالأنبياء أتباعا لإصلاح شؤون الناس وهديهم. هذه هي القاعدة الذهبية التي يجب أن ننطلق منها في الحكم على البشر. ليس هناك كمال مطلق في هذه الحياة، الكمال هو لله وحده عز وجل. وأعود إلى مسألة مسفون حاجوس لأهمية الموضوع في صناعة الطاقية. برغم أنني حاولت تجنب ذكر أفراد ودورهم بتوسع في هذه العجالة من وقائع التاريخ، على أمل أن يكون التركيز في هذه المسألة في الكتاب المزمع إصداره في القريب العاجل. يبدو أن خلفية العلاقة المضطربة بين إسياس ومسفن تعود إلى فترات قديمة على ما يبدو لي، ولكن برزت إلى السطح بقوة نتيجة الخلافات التي نشأت بين الرعيل القديم والجديد في الشعبية. وقد انحاز إسياس بسرعة إلى جانب من بدأوا في الظهور في السطح، ود سلمون ود إفريم وعقبي أبرهة وكل من والاهم من الكوادر المتوسطة، وهؤلاء جميعا وجهوا مدافعهم تجاه مسفن والطريقة التي يتبعها في التعامل مع الآخرين واستصغار شأنهم وسوء إدارته لجهاز الاقتصاد بعد أن كبر شأن الجهاز وتعددت المصادر وفتح باب الشراء للأسلحة مع التوسع الحاصل في التنظيم. ومن المصادفات أنني كنت قريبا من الزوابع وافتعال المشاكل الموجهة ضد مسفن حاجوس حين تم إعادة بناء الحزب ونشاطه بناء على ما خلصت إليه لجنة التحقيق، وتم على هذا الأساس توزيع عناصر اللجنة المركزية وهم الهيئة العليا للقيادة حزبا وجبهة على الجبهات المختلفة.
وكانت المنطقة المحررة خلف الجبهات وصولا إلى مدينة بورسودان قد عهدت مسؤوليتها لشخصين من اللجنة المركزية، مسفن حقوس وأحمد القيسي. هذه المسؤولية أتاحت للإطلاع عن قرب في كيفية افتعال المشاكل ضد مسفن والسعي نحو إزاحة من مركزه في جهاز الاقتصاد، بل تعدت المسألة إلى إحراقه سياسيا. وبحكم أن المنطقة المحررة أو ما عرفت بالخلفية تضم معظم الأجهزة التابعة لجهاز الاقتصاد وتحوي أعداد كبيرة من العاملين في هذه الأجهزة وأغلبهم متحزبون، تم في خلال 6 أشهر ما لم يتم في خلال عام. فقد شهدت الحياة السياسية فيما يعرف بالخلفية والأراضي المحررة صراعا محموما داخل الأطر الحزبية، هدفها الوحيد التركيز على مسؤول جهاز الاقتصاد وعضو قيادة الحزب والجبهة مسفون حقس، والسعي نحو إبعاده من جهاز الاقتصاد من ناحية وقتل شخصيته السياسية. من قرائب تلك الفترة كان العمل الحزبي محصورا فقط في تقديم المشاكل ومعظمها مفتعلة. وقد أدبت شخصيا اجتماعات عدة ووضعت لها حلول داخل الاجتماعات وتم الاتفاق عليها، ثم تعود بعد أسبوع بصورة قضية والمتهمة فيها مسفن حقوس، مما دفعني في النهاية إلى مقابلة الأمين العام سياس أفرقي، وطرحت له بوضوح إن ما يجري هو عبارة عن مهزلة، فلا يجوز إن ما قمت به شخصيا من وضع خلاصة له يعود من جديد على شاكلة شكاوي ويتهم فيه مسفن حقوس دون وجه حق. وفجأة سألني: أنتم كيف تتخذون قراراتكم؟ تعجبت من السؤال وقلت له: نتخذها بالتشاور. قال: إذن تتحملونها معا أخطاء قراراتكم. فقلت: المسألة عادية، ولكن الشكوى المقدمة لم تشملني فهي ضد مسفن بالكامل، فأين المنطق والحق في مطالب هؤلاء الناس؟ فأجاب: الواقع معظم المشاكل هو الذي قام بخلقها، ولذا من المنطقي أن يتحمل مسؤوليتها. خرجت من مكتبه وأنا على قناعة أن من يدير هذه اللعبة السخيفة هو نفسه الأمين العام وعبر عناصره من أعضاء المكتب السياسي. ومن سخريات القدر، وبعد أعوام طويلة وفي خضم الصراع المحتدم بين معسكر الرئيس ومجموعة G15، التقيت الأخ برهان جرزقهير عضو المكتب السياسي، وفجأة جئنا على سيرة تلك المرحلة، وإذا به يقول: هذا الرجل هو الذي أدخل بيننا الفتنة. وبدأ يحكي عجائب أفعال السيد إسياس وكيف أنه سخرهم من خلال أكاذيب كان يسردها لهم. في تلك اللحظة كانت التحالفات قد تشكلت على شاكلة أعداء الأمس أصدقاء اليوم. الوحيد الذي بقي متمسكا بمبدئه ووقف إلى جانب من حاربوه إلى النهاية كان السيد مسفن حقوس، ولكنه كان قد ضعف كثيرا بفقدانه السند الأساسي الذي وقف إلى جانبه طوال مرحلة المحنة، الشهيد إبراهيم عافا. لكم التحية، وإلى حلقة قادمة. أحمد القيسي. المجد للآلاف تهدر الشوارع كالسيول، يدب زاحفها إلى عالكبت والظلم الطويل. المجد للثوار، المجد للثوار، مجد للإصرار، مجد للشهداء، مجد للشرفاء، مجد للشهداء، مجد للشرفاء، للموت الكريم. الثورة انطلقت، ثورة انطلقت، ثورة انطلقت، شعارات ترددها القلوب. ثورة انطلقت، ثورة انطلقت، ثورة انطلقت، شعارات ترددها القلوب. الثورة الحرية الحمراء شمس لا تغيب، الثورة الحرية الحمراء شمس لا تغيب.
الثورة التطهير يرجع هيبة الحكم السليم، الثورة التحرير للثوار من كل الشعوب، الثورة الإيمان قاد الشعب في اليوم الرهيب. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم في ساعة المنتدى، ويقف معنا الآن في حوار المنتدى الأستاذ الحقوقي والإعلامي ياسين محمد عبد الله، لنتحدث معا عن تقرير لجنة تقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا. أهلا وسهلا بك أستاذ ياسين. أهلا وسهلا أمال. يا هلا بك. طبعا يعني تمت مناقشة هذا التقرير على مدى أيام في مجلس حقوق الإنسان، ويعني شملت المناقشة نقاط عدة وتفصيلية. دعنا في البداية، واتخذت أيضا قرارات حولها، دعنا نلقي نظرة عامة عن هذا التقرير وما رافقه من نقاشات ونقاط يعني كانت الأهم والأبرز فيه. شكرا جزيلا أستاذ أمال. تقرير اللجنة التي إعادة مجلس حقوق الإنسان العام الماضي تكليفها بالتحقيق حول أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا، وأضاف لتفويضها بحث فيما إذا كانت الانتهاكات التي ارتكبها النظام في إريتريا تشكل جرائم ضد الإنسانية. نعم. وقد قدم التقرير يوم 23 يونيو في مجلس حقوق الإنسان، واشتمل التقرير على كثير من القضايا وعلى وأشار إلى كثير من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الحكومة الإريترية، بدءا من حرمان الشعب الإريتري في حقه في المشاركة في الشؤون العامة، وإلى الخدمة العسكرية أو الخدمة الوطنية مفتوحة الأجل وبما في ذلك أعمال السخرة التي تتضمنها، والاحتجاز التعسفي والأعمال الانتقامية بمعنى معاقبة الطرف الثالث بأشياء بأعمال لم يرتكبها، والتمييز على أسس دينية وإثنية وشعر العنف ضد النساء والقتل خارج الحكم من الحق في الحياة، يعني القتل خارج القانون أو القتل نتيجة الاحتجاز في ظروف مزرية، وإشارة إلى حرمان حرية التعبير وحق التجمع والفساد في إريتريا. أشار التقرير للعديد من ممارسة التعذيب والاختفاء القسري. وجهت اللجنة اتهامات الحكومة الإريترية، واعتبرت أنه ما أشارت له في تقريرها السابق 2015 من انتهاكات مستمر، وهناك مزيد من الانتهاكات التي ارتكبت من قبل الحكومة الإريترية. نعم. إذا تمت مناقشة كل هذه القضايا بمشاركة دول عديدة، وكان هناك مقترحات أيضا من يعني مشروع قرار، يعني مشروع مقترح من دولتي الصومال وجيبوتي وغير ذلك، في الجدل حول الآلية التي ستتم بها يعني إنهاء هذا التقرير وأخذه إلى مجاري أخرى. كيف يعني ما هي الآليات وما هي التوقعات وكيف يسير هذا الملف أستاذ ياسين؟ نعم، طبعا ما أثار اهتمام الناس والرأي العام والإعلام هو توجيه اتهام للحكومة الإريترية بارتكاب أو بالمسؤولين في الحكومة الإريترية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. اللجنة اعتمدت في عملها لتحديد فيما إذا كانت هناك جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في إريتريا إلى نظام روما الأساسي، لما يعكس يعني ويكون قانون دولة عرفي، وأيضا إلى السوابق القضائية. واعتبرت بعض الممارسات الحكومة الإريترية تدخل ضمن تعريف الجرائم ضد الإنسانية، مثل الاسترقاق والاعتقال الاخفاء القسري وغيرها من الممارسات. نعم. فلذلك وصت لجنة حقوق الإنسان بأنه يعني يتم تحويل هذه الجرائم أو يتم
الحقيقة مش هذه الجرائم، انت حول حارب حقوق الإنسان في إريتريا إلى الجهات المعنية بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، ووسط المجلس تحديدا مجلس الأمن الدولي أن يعني أن يحيل الحالة في إريتريا إلى محكمة الجنايات الدولية، وأن يفرض جزاءات على خاصة في أسباب معقولة بأنه ارتكبوا ليس فقط جرائم ضد الإنسان، ما ارتكبوا انتهاكات جسيمة حول الإنسان، كما طالبت مجلس حول الإنسان أن يعتبر الحالة حول الإنسان في إريتريا أنها تشكل تهديد للسلم والأمن الدوليين. هنا طبعا تقدمت صومال وجيبوتي بمشروع توصيات وقرارات حول حقوق الإنسان بالاستناد إلى ما قدمته اللجنة من تقرير، وهذا المشروع طبعا خضع لعديد من التغييرات، لأنه في الأخير طبعا المطلوب أنه يكون في توافق، يعني أنه في موقف موافق عليه مجلس حقوق الإنسان. و تم التعديل فعلا، يعني تم تعديل الدرافت او المسوده المقدمه من هاتين الدولتين. نعم. واقر بالامس يوم 1 يوليو مجلس حقوق الانسان هذه التوصيات في شكلها النهائي. نعم. اذا ما حدث في هذا الموضوع، ويعني كم العمل الذي تم من قبل الناشطين والمطالبين بالتغيير والمطالبين بإيقاف هذه الانتهاكات التي يمارسها النظام في إريتريا؟ يعني نستطيع ان نقول الى حد كبير قد يعني أتي ثماره كما يقال، هذا يعتبر إنجاز وخطوة كبيرة جدا في مجال يعني العمل على يعني الحد ومراقبة الانتهاكات التي تمارس على الشعب الإريتري. كيف تراها وكيف تقيم هذا العمل بشكل عام أستاذ ياسين؟ نعم، في قضية أنه لجنة تقصي الحقائق حول حقوق الإنسان في إريتريا قامت بعمل عظيم جدا، وأنجزت تقرير ممتاز جدا أنصفت فيه ضحايا إريتريا، أشارت فيه إلى الانتهاكات المرتكبة التي ارتكبها النظام منذ عام 1991. التقرير في اعتقادي ممتاز، وضع الحكومة الإريترية أو النظام الإريتري في الكورنر، يعني النظام استخدم كل قدراته حتى يتجنب الإدانة، لكن ما حدث بالأمس وما حدث في التقرير هو إدانة تامة لهذا النظام لكل الممارسات التي مارسها خلال ربع قرن الماضي منذ تحرير إريتريا 1991. هناك يعني فقرات قوية في هذا التقرير، إذا أخذنا كمثال موضوع الخدمة العسكرية. كما نلاحظ في الفترة اللي فاتت عامين أو ثلاثة أعوام السابقة، هناك اتجاه بين بعض الدول أن تعتبر الخدمة الوطنية ليست يعني سبب أو تعتبر انتهاك أو سبب أنه الإريتريين يعطوا حق اللجوء. اللجنة أشارت لأنه الخدمة الوطنية خدمة وطنية تقبر عليها، لكن الخدمة الوطنية في إريتريا تختلف عن أي بلد آخر. واحد بسبب الفترة غير محددة الزمن، اثنين أعمال الصخرة التي صاحبها، اعتبرت أعمال هذه الصخرة نوع من الاستعباد، يعني هذا شكل غير عادي من انتهاكات أشارت له اللجنة ووصفته بشكل دقيق. اللجنة أيضا أشارت للانتهاك الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري من سنة 91 وطالبت بشكل واضح بإطلاق سراح المعتقلين تعسفيا فورا ودون أي شروط، وطالبت أيضا الحكومة الإريترية بالإعلان أو الإفصاح عن أماكن الأشخاص المختفين قسريا. التقرير تقرير قوي جدا جدا، لا ينقص منه أبدا يعني بعض التحفظات التي أبجت في حول فقرة واحدة، لكنه بالفعل تقرير قوي ويضع هذه الحكومة الإريترية أمام مزيد من الضغوط
حتى يعني مثلا إشارة، هذه الحكومة كانت تتعالى عن المجتمع الدولي، كانت لا تستجيب أبدا وتتظاهر بأنها لا تستجيب وتعتبر الشأن مثل شأن يخصها لوحدها لا يخص المجتمع الدولي. الآن نتيجة لهذا العمل، العمل المقرر الخاص وعمل هذه اللجنة، أجبرت هذه الحكومة الإريترية أن تأتي وتلهث وتبحث عن أصدقاء وتدافع عن نفسها. وهذه في اعتقادي خطوة في أنها تستجيب لبعض الضغوط نتيجة لهذا العمل الجبار الذي استمر سنوات عديدة. وأيضا أريد أن أشير إلى مسألة هامة جدا، وهي أنه مجلس حقوق الإنسان أعاد تفويض المقررة الخاصة لمدة سنة أخرى. يعني بمعنى هذه المقررة سيكون هناك جهة تتابع تنفيذ التوصيات التي خرج بها مجلس حقوق الإنسان، وتراقب وضع حقوق الإنسان في إريتريا، وترفع تقرير بعد سنة أيضا عن أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا. هذا مهم جدا، لأن الحكومة الإريترية ركزت بشكل خاص على المقررة الخاصة واتهمتها بأنها منحازة ضد الحكومة الإريترية وكذا وكذا، فكونه يخرج قرار أن في اعتقادي هذا أيضا يعتبر ضربة لهذا النظام. نعم بالتأكيد. إذن في هذا الرصد المهم والسريع أستاذ ياسين، دعني أنهي بالسؤال الأهم في هذه المرحلة، ما هي الخطوة التالية التي يعني يجب أن نعمل باتجاهها على المستوى الإريتري؟ الآن أنجز إنجاز كبير على المستوى الدولي، على المستوى الإريتري ماذا من هنا إلى أين؟ نعم، كما ذكرت اللجنة تقصي الحقائق أنجزت إنجاز كبير وأعطتنا تقرير مفصل حول الانتهاكات وحول ما يجب عمله. مشينا نحن طبعا في الآليات الدولية، وأيضا حتستمر طبعا مسألة الآليات الدولية. هذا التقرير سيناقش الجمعية العامة، اللجنة الثالثة بالجمعية العامة، وقد تخرج أيضا توصيات بخصوصه. لكن علينا نحن الإريتريين جزء كبير من العمل علينا ننجزه، لأن نواصل مسألة توثيق جرائم هذا النظام، أن نتصدى في كل المحافل لهذه الانتهاكات، أن لا ينتهي هذا الزخم، هذا العمل العظيم اللي استمر في السنوات السابقة وظهر في عديد من الأشكال من التعاون مع لجنة تقصي الحقائق والمورد الخاص للمظاهرات الضخمة في جنيف لعام السنة الفاتت وهذه السنة. كل هذا العمل يفترض أن يتواصل في مجال حقوق الإنسان من خلال التوثيق، من خلال التواصل المستمر مع المنظمات الدولية، من خلال رفع الوعي بآليات وقيم وقوانين حقوق الإنسان، وأيضا يعني من خلال العمل بشكل مستمر لأنه نبحث أو نرصد هذه الانتهاكات ونفضحها. باعتقادي أنه ممارسة أشكال مختلفة من الضغوط كما يمارسها المجتمع الدولي مطلوبة مننا نحن، ممارسة أشكال حتى يرضخ هذا النظام على الأقل لبعض المطالب الملحة، مثل مسألة الإفراج عن المعتقلين تعسفيا والإفصاح عن المصائر المختفين قسريا، والالتزام بمدة 18 شهر الخدمة الوطنية، وعدم استخدام جنادير الخدمة الوطنية في أعمال السخرة. هناك قضايا اعتقادي نضعها كعناوين كبيرة ونناضل من أجل أن نحقق نشاط حقوق الإنسان اعتقادي، ونستمر في الضغط أيضا على هذا النظام حتى المعركة تستمر. طبعا والمعركة طويلة، لأن هذا النظام مستبد ولن يرضخ بسهولة. علينا أن نواصل ما بدأناه ونصعد من نضالنا ضد انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا. بالتأكيد. شكرا لك أستاذ ياسين محمد عبد الله على هذه الإضاءة المهمة حول مسألة حقوق الإنسان وما جرى فيها من تطورات على المستوى الدولي. شكرا لك وأهلا بك مرة ثانية. شكرا جزيلا أستاذ أمال. يا هلا. صوت المنتدى.
في نهاية هذه الساعة أعزائي المستمعين، لكم تحياتي وتحيات زملائي في هذه الساعة. نعود لنلتقيكم في الساعة الثامنة بتوقيت إريتريا مع زميل يوسف بوليسي وساعة جديدة من صوت المنتدى. تصبحون على خير.